حذرت من القول بلا علم. يعني أنت كخطيب لا تجي تهربد على المنبر وأنت ما تعرف. كل خطيب يتحدث بحسب مستواه الفكري والعلمي، لا تتجاوز مستواك. البعض قد يخوض مواضيع هو بتعبيرنا مو قدها، فعلا مو قدها، فيفسد بها أكثر مما يصلح. كل واحد، كل خطيب يعرف مستواه العلمي، مستواه المعرفي، يعرف قدرته، يعرف هذا الموضوع يستطيع أن يجيد طرحه أو لا. اطرح الشيء الذي أنت تجيد طرحه، لا تدخل في شيء لا تجيد طرحه، أو شيء أنت تجهله بالكامل، وجدت موضوع أو كتاب بتنقل قص لصق، لا خطر. الخطيب على المنبر لابد يتأكد من المعلومة ويكون عنده القدرة على طرحها بقوة وبسلاسة وبدقة. مهم جدا هذه القضية. نحن في زمان التأكد من المعلومة بسيط، أمر جدا بسيط، كل واحد يستطيع أن يتأكد من المعلومة. أنت لما تطرح أي شيء بدون تثبت، بدون تنبه، المستمع بالجوال يفتح الجوجل ويبحث ويشوف معلوماتك صحيحة أو لا.